السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو منوع في مجموعه من الوصفات للغداء والعشاء والكوتي كذلك. غادي نشارك معكم كيف كتشوفوا معايا شهيوات رائعين سهلين اقتصاديين وبنان. فخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا معايا هاد الوصفات رائعه. ودائما كيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارتاج، خليوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. غادي نبداو بالدجاج مشوي مع الخضراء في الفران بواحد التتبيله وواحد الطريقه كتجي زوينه بزاف كتحمق. عندنا فيها دجاج حسب الرغبه، البطاطا مقطعه بشكل طولي، بصله وحده مقطعه شرائح، حبه وحده ديال المطيشه مقطعه بشكل طولي، حبه وحده ديال الفلفله حتى هي خضراء، القزبور والمعدنوس، الثومه محكوكه. وغادي نحتاج هاد الخلطه ديال التوابل خاصه بالشواء. عندي هنايا الخرقوم، سكينجبير، التحميره، البزار والملحه، تقريبا واحد معلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه. هنايا غادي نحتاج هاد خلطه التوابل ديال طامتي اللي كتكون في هذيك البلاستيكه، هي فاش غنطيب الدجاج مع الخضره في الفران. كناخذ واحد البانيو فاش غادي نشرمل الخضره ديالي مع الدجاج، كندير التوابل، كنضيف عليهم القزبور والمعدنوس الثومه، وكنزيد هاد الخلطه ديال التوابل اللي كتكون بنكهه المشويات. الصراحه كتجي زوينه بزاف كيف قلت لكم، لذيذه لواحد الدرجه، يعني غزاله غتعجبكم وانا متاكده غتجربوها غتبقاو مدمنين على هذه الوصفه. كنزيد واحد نص كاس ديال الماء باش كنخلط العطريه ديالي، ما كنديروش الزيت في هذه المرحله باش الخضر والدجاج كيتشربوا لينا العطريه. هنا الدجاج اللي غسلته مزيان على حسب الرغبه، الكميه كتبقى لكم، غسلته مزيان بالملحه والخل وعصرت عليه الحامض. من بعد كنشرملو تشرميله، وكناخذو كنحطو في واحد الطبسيل، وكنعاود نهز هذيك التشرميله اللي بقات ليا، كنخوي فوق منها البطاطا والبصله ومطيشه والفلفله، كنشرمل الخضره حتى هي بنفس التشرميله اللي شرمت بها الدجاج. صافي. وهنايا الملحه ضروري ديروا الملحه حسب الذوق باش ما تجيكمش الخضره ديالكم مسوسه. مني كنشرمل الخضره ديالي، دابا عاد غادي نزيد ناخذ واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، يعني زيت العود من الاحسن، الا ما كانتش ديروا العاديه. كنضيفها على الخضره، وكان داكشي اللي بقى كنضيفوه على الدجاج، يعني هاد ربع كاس كنقسموا ما بين الخضره والدجاج. صافي. كناخذ دابا هذيك البلاستيكه اللي كتكون مع العطريه، كنحلها وكنعمر فيها الخضره بهذه الطريقه هذه. يعني هاد الدجاج مع الخضره كيجي مشوي بلا ما بلا والو، يجي غزال، كيحمق المذاق ديالو زوين بزاف، وريحته هو كيطيب في الفران كتجي غزاله. يا سلام. كندير فوق منه الدجاج، كنديروا الخضره هي لتحت والدجاج الفوق، باش هذاك ديك العصاره ديال الدجاج وديك البنه كتنزل كلها على الخضره وكتجي زوينه. كنسدها وكنجيب واحد الفرشيطه وكنثقبها من الفوق، كندير فيها غير واحد الثقبه صغيره غير وحده باش تنفس ليا، وكنحطها في المول اللي كيدخل الفران، كنخليها كطيب فرن ساخن، نجي نرشعها من الفوق ولتحت. كيكون فرن ساخن جدا، وكنعاود نغطيها بشي حاجه من الفوق باش ما تحرقش ليا، غطيوها بشي صينيه او بشي خطا ديال جميله باش الوجه ديال الخضر والدجاج ما يتحرقش. مني كطيب مزيان عاد كنحيدو داك الغطا وكنخليوها باش كيتحمر لها الوجه ديالها، راه كتحمر وهي في البلاستيك ديالها، ما تحتاجش انكم تحيدوا البلاستيك، البلاستيك ما كنحيدوش حتى كطيب لينا الخضره والدجاج. ملي كنخرجوهم من الفران عاد كنحيدو داك البلاستيك الغذائي باش كنقدموهم، وكنخليو فيه شويه المارق باش كنقدمهم مرافق لهداك الخضر والدجاج، كيجي بنين زوين. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. وبالنسبه للمده ديال الطهي ديالو راه كاينه مكتوبه في هذيك العلبه ديال التوابل، تقريبا 50 دقيقه قدر كتر، حيت على حسب النوعيه ديال الفران ديالكم وعلى حسب نوعيه ديال الدجاج. كاين الدجاج اللي كيطيب دغيا، كاين اللي كيتعطل شويه، اما الخضره راه دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف حيت حنا مقطعينها رقيقه. وعاد البطاطا راه كيف كنعرفوا دغيا كطيب. شوفوا معايا راه كنوريكم الدجاج انه كيجي فتيب ورطب. دابا غندوز نحضر معكم واحد الكيكه، كيك يومي بدانون، كيجي زوين حتى هو ورطب وخفيف. الكيكه ديال زمان اللي ما كنستغناوش عليها، كندورو حتى ليا وكنرجعو لهاد الكيكه. فيها علبه ديال دانون بالفاني، ثلاثه البيضات، نفس العلبه ديال السكر، وجوج علب وربع ديال الدقيق، قبيصه الملحه، جوج خمارات، وصاشي ديال الفاني.
غادي نبداو في الطريقه. كناخد ثلاثه البيضات، الا كان على فكره هذا البيض كبير ديروا غير جوج، كنديرهم في واحد الاناء. فاش غادي نخلط كنضيف عليهم قبيصه ديال الملحه، وكنضيف عليهم علبه من ديك العلبه ديال الياغورت ديال السكر سنيده، كنطرب غير بالطراب ديال اليد، ما تحتاجو كاع الطراب الكهربائي، وكنزيد عليهم سكر الفانيلا، وكنطرب حتى كيدوب لي السكر مع البيض وكيرغوي مزيان. تقدروا تقوموا بهاد العمليه هذه بالطراب الكهربائي الا بغيتوا تسربيو، ما حتى هذا راه ما كياخذش الوقت بزاف وكتجي زوينه. انا غير بغيت نعطيكم فكره، الناس اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي غير بالطراب اليدوي تقدروا توجدوها. وكنضيف عليهم ملي كيطرب البيض مزيان مع السكر، كنضيف عليهم بالتدريج كاس لاروب ديال الزيت. الكاس كيف قلت لكم راه كنعبر بهذيك العلبه ديال الياغورت، كنخويها فواحد الطبسيل وكنعبر بها السكر الزيت والدقيق صافي. ودابا كنضيف هذيك العلبه ديال الياغورت بالفاني. واحد الملاحظه مهمه جدا هي ان هاد الياغورت مع البيض خاصهم يكونوا ضروري على درجه حراره المطبخ، يعني الا كانوا عندكم في الثلاجه جبدوهم من قبل بواحد الساعه او نص ساعه خليوهم على برا حتى كيدفاو، ولا غادي ديروهم في واحد السوبيره وتخوي عليهم شويه الماء سخون وتخليهم كيدفاو. انا هاد الطريقه هي اللي كندير ملي كنكون مزروبه. وكنزيدو في الاخير جوج ديال الخمارات 16 غرام، وكنضيفو جوج كيسان ديال الدقيق وربع القياس بهذيك العلبه. كنعمرو الكاس ندوزو الاسبوع ديالنا وكنحسبو كاس، يعني جوج كيسان وربع ديال الطحين. وفي الاخير واحد الاضافه مهمه وكتعطي واحد الهشاشه للكيك، واخا كيبات عندكم هي معلقه صغيره وملعقه صغيره من الخل، اي خل ابيض ديال الحامض اللي كان، المهم كنديروا ديك المعلقه صغيره ديال الخل كتعطي واحد الهشاشه للكيك. وايضا الناس اللي ما كيطلعش ليهم الكيك وما كيجيهمش منفوخ جربوا هاد الاضافه ديال الخل وتفكروني راه كيجي الكيك ديالكم طالع ما شاء الله وخفيف. كنضيفها في الاخير، كنخلط صافي، وكنجيب مول كيدخل الفران دائري او مول طويل. انا كنستعمل هاد لي مول هادو كيتباعوا كيتستعملوا مره واحده. كندهنهم بالزبده ورشهم بالطحين ونصب فيهم الخليط ديال الكيك وندخلو الفرن ساخن، شاعل من الفوق والتحت ساخن درجه حراره 180. مني كيسخن تنطفي الفوق والتحت كننقصها شمعه بحال غنطيب الطاجين، وكنخليها كطيب حتى كتنفخ وكتبان ليا تنفخات وجنب ديالها بداو كيتحمروا. كنشعل عليها الفوق باش كطيب كتحمر من الفوق والجناب كتكمل الطياب ديالها دقه واحده، حتى كتبان لكم الكيكه ديالكم انها بدات كطيب من الجناب كتحمر، عاد كتشعلوا الفوق باش كيتحمر لها الوجه ديالها صافي. وكندخلوا فيها واحد العود ديال الخشب باش نتاكدوا انها طابت، وكنخرجوها كندهنوها بالكونفيتير وهي سخونه، مربى ديال المشمش اللي كيكون سائل كنديروا تقريبا جوج معلقات كبار ديال المربى، وكنرشوها بشويه الكوك او اللوز مهرمش، وكنقدموها بالصحه والراحه. صدقوني كتجي زوينه هاد الكيكه، يعني كنجربو حتى هي وفي الكيكات. وفي الاخير ضروري نرجعوا لهاد الكيكه ديال الياغورت لان المذاق ديالها تيجي مميز وكتنجح معانا كما درنا ليها كتجي زوينه. وكيف قلت لكم الياغورت تقدروا ديروا ياغورت ديال الفاني، تقدروا ديروا ديال البنان ديال الفريز، النكهه كتبقى اختياريه. انا كل مره كندير نوع باش ما تملوهاش، باش دائما كيكون التجديد. وهذا هو الشكل ديالها ملي قسمتها لكم من الداخل، شوفوا كيفاش كتجي تبارك الله ما شاء الله، منفوخه وهشيشه وزوينه بزاف ومحمره كلها محمره. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لايك وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا الوصفات الاخرى اللي شاركت معكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو درت لكم مجموعه من الوصفات اللي تقدروا تاخدوهم كافكار للعشاء او كذلك للغوتي. نص كاس عنبه ديال الزيت، كاس ديال الحليب دافي، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السكر، جوج معلقات كبار ديال الخل، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وواحد القبيصه ديال الملح. هادو هما المقادير ديال العجين. اول حاجه كنضيفو الخميره ديال الحلوى على الدقيق، كنزيدو الخميره ديال الخبز السكر، وكنزيدو الخل، من بعد كنزيدو نص كاس ديال الزيت، وغادي نجمعو كلشي بالحليب. بالنسبه لهاد الكاس ديال الحليب فهو كافي باش يجمع لينا هاد الكميه ديال الطحين
الا كانت نوعيه جيده، الا كان عندكم دقيق يشرب كتزيدوا واحد 4 كاس ديال الماء باش تجمعوا العجينه ديالكم. كنجمعوا العجينه ومن بعد كندلكوها حتى كتشرب هذاك الحليب وكترطاب لينا العجينه في يدينا. كنعجنوها واحد شويه، كنغطيوها وكنخليوها كترتاح واحد 30 دقيقه. هو القوام ديال العجين كيكون لين، كنخليوه يرتاح. كنوجدوا الحشوه اللي فيها بصله وحده كبيره مشلضه رقيقه مع شويه ديال الزيت، كنزيدوا عليهم واحد 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، كنزيدوا كذلك حبه وحده ديال المطيشه محيدين ليها القشره والسريعه مقرده مربعات، والقزبر ومعدنوس مقردين. كنخليو الكل كيتشحر، كنزيدوا 4 الحبات ديال الخيزو محكوك بالحكاكه الغليظه، كنخليو هاد الخضار مع الدجاج حتى كيطيبوا ويطلقوا الماء ديالهم. كنزيدوا التحميره، الخرقوم، سكينجبير، البزار، شويه ديال الثومه غبره او لا الثوم العادي الا ما كانتش الثومه غبره. كنزيدو في الاخير الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، كنخليو الكل كيطيب حتى كيطلق الماء، الحشوه خص ما يبقاش فيها الماء. في الاخير كنزيدو واحد شويه ديال التوابل ديال الشاورما، صافي. وكنطفيو على الحشوه ديالنا، كنخليوها كتبرد. الان غندوزو العجينه بعد ما كترتاح، كنحيدو من هذاك الهواء اللي تيكون فيها، وكنقسمها لسبعه ديال الكويرات متساويين. هادوك الكويرات غادي ناخدهم بعد ما غنقادهم مزيان، غناخدهم وغادي نغطسهم في الزيت ونهزهم ونحطهم فوق سطح العمل ونخليهم كيرتاحوا للمره الثانيه مده ديال 20 دقيقه. كل ما ارتاحوها وعجبتهم بزاف. بالنسبه للحشوه ملي كتبرد كنضيفوا لها الفخوماج مبشور واحد 50 غرام، وكنحركو كتجي معلكه بهذا الفخوماج. هنا اللاطه اللي غادي نستعملو في البراك ديالنا دهنتها مزيان بالزيت. كناخدو الكويره الاولى اللي بديت بها، بعد ما كترخف لي العجينه كندهن سطح العمل بالزيت وكنبسطها بالاصابع فقط، كنبسطوهاش بزاف غير شويه باش ما تبداش تقطع لينا. كنديروا الحشوه ديالنا في الوسط على شكل طولي. الحشوه دائما خصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه وباش ما تفزكش لينا. الا كانت بقى فيها الماء غادي تفزك لينا العجينه وما غاديش مزيانه. ضروري نطيبوها مزيان حتى كيزول من هذاك الماء ديال الخضار وديال الدجاج. كنردوا الاطراف ديال العجين فوق الحشوه وكنبداو نلفوا فيها بحال شكل سيجار او الباغيت حتى كنوصلوا للاطراف ديال الدائره. كنهزو كنحطو في اللاطه ديالنا اللي كنكونوا دهناها مزيان بالزيت. وفي هاد الوقيته انا خدامه وفي نفس الوقت شاعله الفران تيسخن من الفوق ولتحت. خاصنا ندخلو البراك ديالنا الفرن ساخن جدا بحال الا غادي نطيبو الخبز. كنحطوهم متقاربين على هاد الشكل، كنقادوهم مزيان صافي. وكنكملو بنفس الطريقه، كنسرح الكويرات ديالي بالزيت وكنعمرهم بالحشوه وكنلفهم بالطريقه اللي وريتكم. طريقه سهله جدا، كيجيو من الداخل غزالين بزاف، مرقين وشاش. وحتى هذيك الحشوه كتجي بنينه رائعه جدا. ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نستمر حتى كنكمل. مني غادي نسالي غادي ندهنهم بواحد 0 ديال البيضه مع صلصه الصوجة. الا ما كانش عندكم صلصه الصوجة ديروا معلقه صغيره من مركز الطماطم. كندهنوا لهم الوجه ديالهم مزيان بهاد الخليط باش كيجيو محمرين، وكنرشوهم بشويه ديال الزنجلان الابيض او الزنجلان العادي اللي كان عندكم. من بعد كنجيبوا واحد سكين موس اللي تيكون ماضي وتنقطعو على شكل سيجار صغيورين. هنا ضروري الموس يكون ماضي باش كيقطع لكم العجينه وما كيخسرهاش. كنقطعوهم متساويين صافي. ملي كنقطعوا العجينه ديالنا كامله بنفس الطريقه غندخلوها مباشره للفرن اللي تيكون ساخن بحال اللي غادي نطيبوا الخبز. وملي كندخلوا اللاطه ديالنا الفران سخون كنخليو الفران شاعل من التحت، النار كتكون مجهده في الاول، الفوق تنقصوا عليهم النار كتكون مهيله. ملي كيبانوا ليا تنفخوا بدا كيدخلهم الطياب كنقص لتحت وكنخليها مهيله الفوق، نار مهيله باش كيجيوني طيبين مزيان من الداخل ومحمرين من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، حيت هما كيشدوا شويه الطياب.
السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر على شكل باغيت، كيجيو رطب وخفاف وواحد الحشوه لذيذه بزاف. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو فيهم واحد خماره ديال 8 غرام، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز مع شويه الملح ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، غادي نضيفو كاس ديال الحليب دافي، وغادي نضيفو كاس ديال الماء دافي، وغادي نضيفو 4 المعلقات كبار ديال الزيت. هنايا كيبقى لكم الاختيار زيت زيتون او زيت العاديه، وغادي نضيفو واحد 4 المعلقات كبار ديال الدقيق حتى الخمسة، 4 المعلقات كبار عامرين، وغادي نطرب هذا الشيء كامل بالتراب حتى كيندمج ليا مزيان هذاك الدقيق والخميره والحليب. كنجيب بلاستيك غذائي وكنغطي الخليط ديالي وكنخليه كيتخمر تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. ملي غادي يبان لكم انه بدا كيتفاعل، الخميره بدات كتفاعل مع السكر والدقيق وكتطلع، كنحيدو البلاستيك. شفتوا معايا كيفاش كيكون الخليط كيبدا يطلع؟ كنضيفو له كاس عنبه ديال الفينو، كنضيفو ما تبقى، كنكملو بالدقيق الابيض او الفرينه، وكنبقاو نخلطو حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا، وكنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون رطب وما كيتلصقش في اليدين، يعني هاد العجينه ما كتدلكش غير كتبقى تجمع. كنضيفو الدقيق حتى كنحصلوا على عجينه مجموعه ورطبه، كنغطيوها ونخليوها تخمر. كندوزو نوجدو الحشوه ديالنا، فيها بصله مشلضه رقيقه مع زيت زيتون وزيت نباتيه، كنضيفو الكفته على حسب الرغبه، ممكن ديرو الدجاج الا بغيتو حتى الدجاج مرمره، كنديرهم بالدجاج مره بالكفته كيجيو مزيانين. فص ديال الثوم، خرقوم، سكينجبير والبزار، وشويه ديال القزبر والمعدنوس مقردين رقاق، الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الكامون مع مرش، هادو هما التوابل باش غادي نسم. صافي، وكنخليوها الحشوة ديالنا كطيب حتى كتلق لي الكفتة الماء وكتنشف من هداك الماء، كتبقى غير ديك الزويتة. صافي، وكنطفيو عليها البوطة ونخليوها تبرد تماما. دابا كندوزو بعد ما كتبرد لينا الحشوة العجين ديالنا اللي كنهبطو منو داك الهواء اللي تيكون فيه، وكنرشو شوية ديال الطحين حيت كتكون العجينة خفيفة وكتلصق شوية. هاد العجينه كتجي رطبه وخفيفه، وعاد حنايا مدخلين فيها دقيق الفينو، مدخلين فيها الحليب اللي كيخليها تجي هشيشه. كنقطعوها على شكل دوائر، هاد الكميه قطعتها على 10 ديال الكويرات متساويين، كنبسطهم كيف كتشوفوا معايا بشكل طولي، كندير فيهم الحشوه اللي كتكون بردات، وكندير من الفوق الجبن ديال الساندويتش او الجبن المبشور العادي، كيبقى لكم الاختيار. من بعد كناخذ العجينه ديالي وكنبقى نلصق هذوك الجوانب في الوسط، وكنوجدوا اله البانيني كنسخنوها مزيان، من بعد كندهنوها بالزيت باش كيجيونا محمرين وكيعطيو داك اللون زوين فيهم في الاخر. هنايا كيف كتشوفوا كنوجد واحد الكميه لا باس بها، عاد كنبدا نطيب. ومني كنعمرهم ما كنخليهمش يخمروا مره اخرى، يعني كيخمروا مره واحده في الاول صافي، مني كنعمروهم كنزربوا عليهم نطيبوهم قبل ما يخمروا. صافي، غير كنلصقوا العجينه مزيان، كنثبتوها باش ما تحلش وما تخرجش ليا مني نحطها في الاله ديال البانيني. كندهن الاله بالزيت، الزيت العاديه، باش كيعطيني داك اللون كيجي فيهم زوين. من بعد كنستفهم، كندير وحده وحده وحده، وكنعاون بعد شي شويه باش ما يتلاصقوش ليا، وصافي. كنسد عليهم، كنخليهم كيطيبوا، ما كياخذوش الوقت بزاف. هاد العجينه دغيا كطيب وكتجي مقرمشه وهشيشه ورطبه، كيجيو رائعين جدا. متكدا غتبقاو ان شاء الله ديما ديروهم وغادي يعجبكم بزاف، والحشوه كتبقى اختياريه. هنايا بعد ما كيطيبوا شتو معايا كيتحمروا من جوج ديال الجوانب، كناخذهم وكنحطهم على جنب، وكندوز نطيب وحدين اخرين اللي عمرتهم. دائما بنفس الطريقه كنسرحوا العجينه ديالنا بشكل طولي، كنعمروها بالحشو وكنثبتوا مزيان، وكنحطوهم ملي كنبغوا نحطوهم في الاله ديال البانيني كنحطوهم على ديك الجهه اللي سدينا هي اللي كتكون الفوق. صافي، وكن ملي كنطيبوا الحصه الاولى كندهنوا الاله بالزيت، الحصه الثانيه ما تحتاجوش كاع تدهنوا الاله بالزيت لان كتكون اصلا فيها الزيت. صافي، وكنبقاو هكايا مستمرين، راه دغيا كيوجدوا
وكيعطيونا واحد الكميه لا باس بها، والنتيجه صراحه كتجي رائعه. يعني متكذا اللي جربهم غادي يعاود يجرب مره اخرى وغادي يبقاو معتمدين عندكم، ودغيا كيوجدوا يعني ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي كنستمر وحده كنكمل هذوك ديك العجينه كلها. عندي تقريبا كيف قلت لكم قطعتها 10 ديال الكويرات، قسمت عليهم هذيك الحشوه كامله، وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها. كنقدمهم سخان بطبيعه الحال او دافيين، كيجيو رائعين جدا. هكايا سندويتشات للمدرسه، وكذلك سندويتشات للعشاء او للغداء، هكا ملي ما كيكونش عندنا الوقت ولا كنبغيو نغيرو. دابا غنقسم لكم وحده باش تشوفوا النتيجه النهائيه. من الداخل كيجيو خاويين معمرين بالحشوه اللي كتكون غالبه عليهم، ومن الفوق كتجي هذيك العجينه مقرمشه وهشيشه ورطبه في نفس الوقت. فما تنساوش تعجبكم الفيديو، ديروا بارطاج، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. باش كتزيد تماسك ليا لاكريم، هنايا العجين ديال البوراك بعد ما طابت خرجتو من الفران، كيف كيجي يجي هشيش ورطب، كيجي عامر بهذيك الحشوه لذيذه والعجينه خفيفه بزاف. نجو فيها كذلك الخضر، مجموعه بالخضر. عندي هنايا الفطر، عندي جوج حبات ديال الفلفل احمر واخضر مقطعين مربعات، عندي هنايا الجزر مبشور، شويه ديال الكروم، شويه ديال الكورجيت مقطع نصف دائره، عندي واحد ثلاثه الحبات ديال الكورجيت، وهنايا عندي واحد نص حبه ديال الشيفلور مع ثلاثه الحبات ديال البطاطا مقطعين مربعات. هنايا التوابل غنحتاج الملح، البزار، شويه الخرقوم البلدي، التحميره، واحد مكعب ديال الضامطي، شويه القزبور، حبوب مطحون، بصله وحده مشلضه رقيقه مع شويه الملحه وزيت الزيتون وزيت النباتيه كيتشحروا. كندير الماء كيغلى، كندير فيه الشوفلور مع البطاطا كيتسلقوا وشويه الملحه. هنايا غنحضر صلصه البيشاميل، غادي نحتاج فيها المايزينا او النشا، غادي نديرو معها، غنديرو جوج معلقات كبار من النشا مع معلقه كبيره ديال الزبده مع نص سيطره الحليب، شويه الملحه، شويه البزار، وغادي نخلطو هادشي كامل بارد في بارد، ونديرو فوق البوطه حتى كتغلى وكتعقد. مره مره كنحركو وما كنجهدوش عليها النار باش ما تحرقش. هنايا البصله بعد ما كتشحر كنزيد عليها الفلافل الالوان، وكنزيد عليها الفطر حتى هو، وكنخلط الكل مع بعض. من بعد غادي نزيدو هادوك الخضر الاخرين، كل حاجه كنخليوها حتى كتنزل مزيان، عاد كنضيفو باقي الخضر. هنا غنضيفو الكورجيت والجزر، غادي نحركوهم مع بعض، ومن بعد غنزيدو التوابل اللي ذكرت لكم. هنايا البيشاميل ديالي ها هي كطيب، مره مره كنحركها. هذاك الشوفلور مع البطاطس راه تسلقوا، غادي نصفيهم. الان غادي ندوز بالنسبه للتوابل، عندي كيف قلت لكم مكعب واحد ديال ضامتي مع شويه الخرقوم، التحميره، البزار، سكينجبير، وقزبر، حبوب مطحون، غنضيفهم على الخضر باش يتنسموا. غادي نخلط الكل مع بعض، وغادي ناخذ هنايا الشوفلور مع البطاطس بعد ما صفيتهم، غنديرهم في المول ديال الفران كطبقه اولى، من بعد كنجيب شويه من صلصه البيشاميل كنديرها فوق منهم، وكنعاود ندير الطبقه الاخيره ديال الخضر اللي ذكرت لكم. وكنكون شاعله الفرن ديالي كيسخن من الفوق والتحت على نار متوسطه. ملي غادي نسالي الكراتان ديالي غنغطيه بحال كيف كنطيبو اللازانيا، وندخلو يطيب في الفران واحد من 20 حتى 30 دقيقه، حتى كتحمر ليا ديك الطبقه الفوقانيه وكينسجموا ليا جميع الخضر كيطلقوا في بعضياتهم، عاد كنخرجو من الفران. غادي ندير دابا بعد ما كنختم بهذوك الخضر غنقاد لهم الوجه ديالهم مزيان، وغادي نختم بهذيك صلصه البيشاميل غنديرها كطبقه اخيره من الفوق، وغادي نقادها مزيان بالمعلقه. كيجي هاد الطبق هذا كيجي من ألذ ما يكون، سهل وبسيط، ومكيبقاش يبان المذاق ديال الخضر. انا متاكده الا درتوه بهذه الطريقه الوليدات ديالكم بالاخص غادي يعجبهم وغادي يتناولوا لكم الخضر. غادي نقادو له الوجه ديالو، من بعد غادي نختمو بطبقه ديال الفرماج. هنا استعملت غير الفرماج الاحمر، وكندخلو كنغطيو وندخلو الفران.
حتى كيغلى مزيان وكيتحمر له الوجه ديالو، وكنخرجوه كنقدموه كنرفقوه مع السمك اولا مع الدجاج اولا مع الروز. انا دابا غندخلو الفران، بعد ما طاب خرجته كيف كتلاحظوا كيجي اللون ديالو محمر ولذيذ. كنتناولوه بالخبز بطبيعة الحال بحال لصيبنا الطاجين في الفران، غير هذا الطاجين بطريقة مختلفة، كيجي ألد وأسهل ما يكون وكيعجب الكبار والصغار. إن شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. انا غادي نوريكم كيف كيجي من الداخل، كيجي ديك الخضر طالقه تلقى ديك المريقه خاطره، وديك صلصه البشاميل كتزيد واحد اللذة هائله. دابا غادي ندوزو للوجبه الثالثه اللي هي عباره عن شوربه، عندنا فيها الشوفلور واحد نص حبه ديال الشوفلور مع واحد 3 حبات ديال الجزر حيتلو القلب ديالو، حبه طماطم، 3 حبات ديال البطاطس كيكونوا صغار، وقبطه ديال القزبر ومعدنوس. هاد الشوربه حتى هي من احسن واروع الشوربات اللي كنحضر، هي شوربه معتمده عندي، كتجي لذيذه حتى هي وزوينه بزاف وخفيفه. غادي ندير ناخذ الطنجره غنديروا فيها، نقطعوا البطاطا خيزو اللي حيدنا له القلب ديالو، غادي نديروا ديك نص حبه ديال الشوفلور، هادشي كله مغسول مزيان. غادي نديروا الخضر ديالنا فوق البوطه مع شوي، كنديروا ديك الطماطم حتى هي كنحيدوا لها القشره، ضروري حيدوا لها القشره وحيدوا لها الزريعه وقطعوها على طروفه. وغنضيفوا عليهم واحد 4 كاس من زيت الزيتون وزيت نباتيه، غنشحروا الخضر ديالنا واحد 5 دقائق، من بعد غنضيفوا لها شويه ديال الخرقوم البزار وشويه ديال التحميره. بعد ما كتشحر الخضره ديالي كنزيد عليها دوك التوابل اللي ذكرت لكم، وكنزيدوا ديك القبطه ديال القزبر ومعدنوس، وكنرويو بالماء اللي تيكون سخون من قبل، تقريبا واحد 2 إطرو ديال الماء على حسب الكميه ديال الخضر اللي درتو. الا درتو قل غديروا غير إطرو ديال الماء، درتو كتر غديروا واحد 1.5 إطرو حتى 2 إطرو على حسب الكميه ديال الخضر. ملي كطيب الشوربه ديالي كيطيبوا الخضر كناخذها وكنطحنها في الخلاط الكهربائي. هاد الشوربه ما كتحتاجش اننا نصفيوها، غادي نطحنها في الخلاط ديال العصير وغادي نردها للطنجره. كيف كتلاحظوا عطاتني 2 إطرو هاد الشوربه هادي، وغادي نزيدو عليها الاضافه اللي كتخليها تجي لذيذه وتجي بحال الا درنا لها لاكريم. غنضيفوا ليها كاس ديال الحليب ما يعادل، بالنسبه لي انا راه درت كميه كثيره ديال الخضر، درت نص إطرو ديال الحليب، الا درتو قل غديروا 1/4 ديال الحليب، هاد الكاس هذا غيكون كافي. وغادي نضيفوا الملح حسب الذوق ونخليوه حتى كتغلى فوق البوطه، هي كتغلى وكنطفيو عليها وكنقدموها بالصحه والراحه، نقدموها سخونه كتجي لذيذ.